السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في هذا الكنتي ديال يوم السبت اللي غادي يكون في الباري فانسن وفي الجروب دو في 120,000 أورو يعني 120 يعني راه في الجروب رقم جوج يعني راه ماشي من السهل. كاين شي خيول كانوا مرشحين ويوليو في الطوكار. بالنسبة لل غادي تكون في الجران بيست الخيول المشاركة غادي يكون بيلو جيبسون هاد العود من الفافوري غيولي في الطوكار. هاد العود غادي يمشي طوكار لأن الكاتيجوري ما عمرو ما دار 120 في إيطالي سيوتو لا عود إترونجي فيبسون غيكون فيلي وغيكون تي بريباري هاد العود. هيرو دارميز نيكولا بازير جون ميشيل بازير عود لي هو صحيح بزاف مي اخطاء اللي كتخليه ما يمشيش بعيد. هاد العود الاخطاء ديالو هي اللي خلاته باقي في المواريش مع هاد الكاتيجوري هادي. الرقم 4 يا اخواني عود كذلك غيتحول من الفافوري ويتحول للطوكار انه اخر كورس غيكون كان مشى هو المرشح ديال لا كورس كان دار 3 زياب ولكن كانت في الكاتيجوري ديال الجروب 3 دابا غيتحول الكاتيجوري ديال الجروب 2 ربما غيلقى صعوبات. عندك هما الخمسه اوكي دي جيال دافيد دوما واخا غادي يكون هذا من الفافوريين حتى هو جايك بحالك بحال الكارت ولكن ديجا كيدير الجروب هذا. عاود تشوف الدو كلاس هاد الخمسه. الإيكولي الثاني ديالو إلي ديال فرانسوا لاغوديك 120,000 أورو نوعا ما غادا تكون صعبة 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 عليه بزاف. إيمرو دوفيز العود اللي دار ليهم المفاجأة في التيهان ديال في الكان في السرعة في لاديستانس ديال في 1600. فرانك نيفار عود مزيان سريع ولكن تبقى من الخيول اللي كتبقى مهم تتنضاف مور اكس. جنتل دوميز هاد العود ديال جون ميشيل بازير عود صحيح بزاف مي عود غادي يخليه فيري نحيدو هاد الباف هذا. تنظن انه غيكون في الديليسي. كارل كراون الخيول ديال مالفيس رونطري من شهر 9 او من شهر 7 2022 تنظن عود مزيان مي رونطري هذا هو الاشكال ديالو. ريغيلي يوهان بورج و فير سبيديم يوهان بورج مع ويسترنيك العود اللي صراحة ما عرفت شنو وقع له هاد العود وهاد العود راه خارج ليا في النون سيتي تقريبا جوج ديال الخيل في النون سيتي 10-1 الواحد فافوري 10 طوكار تبقى من خيول اللي تقدر دير مباغاتها مع يوهان بورج هو اللي غادي يركب علو اول مرة. هازار دي لاندري ايلي كرافان مع بينوا روبين هاد العود اللي شارك لينا في البريد امريك من الخيول القوية وربحات لينا اخر كورسة ديالها. إلي دو بوفور جون ميشيل بازير هونغر ديال 9 سنين غادي يباطي لينا السيز سوا السيز سوا لودوز ربما نقدر نختار السيز الأوتونوم في هاد لا ديستونس هادي كيكون اون فور. 13 عاود لي سبيسياليست ديالو هو المونتي مكنعتقدش ان الفانسن غادي يكون اون فورم دار لينا الكانيو في لوكروازي لاروش مي الكروازي لاروش ماشي هي هاد الكاتيجوري. دروغوز دو كيز هاد العود ديال بازير تا هو ربما بريباراسيون في شي كورسا تنظن و كاين الداليا دو بيميرو فيرفار روجر عود نقدرو نحسبوه يقلب على ان بيتيت بلاس يقلب على ان بيتيت بلاس. على كل حال اخواني هاد الفيديو هذا راه لحتو في القناه الاولى ديالي اللي كنحط فيها كانوا حبسوني ليها تقريبا شهر
ورجعوها ليا دابا. قال لك قالك سيدي حيت شي فيديوهات ديال لي شورت ديال تيك توك هادوك هما اللي كانوا خسروا ليا العزيمه، ودابا راه رجعت الامور كما كانت. غادي نبقاو نحطو فيها الفيديوهات الرسميين هادي، والثانيه غنبقاو نحطو فيها الفيديوهات ديال الكانتي ديال العشيه. المهم نمزجو ما بين هادي وهادي، واللي تفرج في هاد لا فيديو الاخواني دير لنا ديك لايك، بارك الله فيكم فضلا وليس امرا. ما كاين ما نطول عليكم. المهم الاخوان نخليو ديك لي طوكار ديال لاكورس، كاين ان وكاين تيس دو مالي زوت سايدر ديال لاكورس من ان عطينا ويتيام، مي غيكون في الطوكار. المهم الزيتير في ربما نشوفو الزيتير في واش عاطينا داك الشيء. عاطينا 16 12 يا 6 يا 12 يا 6 يا 12 11 15 11 15. التوقع ديالي والله اعلم ربما 16 11 هي التوقع ديالي. وزادوا لينا الربعة والخمسة والسبعة والثلاثة، يعني حيدوا الان يعني دخلوا الربعة، يعني الربعة اللي في الطوكار دخلوه وحيدوا الواحد. المهم هما اصلا بجوج هاد انكات راهم فيهم الشك وصافي. الكوسة ربما غتكون قريبة نوعا ما، ربما 16 11 قاعدة. العود اللي يقدر يبلاصي معاهم 16 11 تتبقى ديك 12 15 تتبقى نوعا ما في داخلة معاهم في الاكس. تروى يعني عاود لعبتو ما والو، غير كبلوني كون بازير عاود فوتيف، يعني غيلقى لقى الحراقية غادي يديعورها تبقى مور اكس. الكات نوعا ما العود ما عنديش هاد الكارت. الخمسة نوعا ما يقدر الخمسة يقدر يقلب على بلاصة. السيس بليا نو امرود عود اللي بين على كفاءة العود السبعة، وخا في ميلا ديال 9 سنين ولكن بينات عندها لافينيش. تنظن ربما كتكون تما، وكيبقاو لي نونسيتي انديس. إلا عجبكم الإخوان الآن ممكن تضيفو، عجبكم داك العشرة ممكن تضيفو. عاود راه ديما كنشكرو ولكن ديما ما كيبلاصيش، هذا هو الإشكال ديال هاد العود. ولكن عنده واحد الميزة، هو أن غادي يركب علو يوهان بورجوا لأول مرة في تاريخ هاد العود، غيركب علو يوهان بورجوا. يعني هو ديما ديفو أنايا كنمشي علو في باريير، أنا الإيطالون مع فاستاين بوربون، هو كان دار ديسكالي في برنار غوب في 85، وحتى الإيطانو كان مشى ب 35. يعني لكم الاختيار الإخوان، هذا هو البرونوستيك اللي عندي. تحياتي لكم، خليت لكم الراحة ومع السلامة.